أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من يحتج بالقدر عند المصائب بحديث فحج آدم موسى؟ آدم لم يحتج على موسى، لم يحتج عليه على المصيبة، أن المصيبة لم يحتج على موسى بالمعصية، بجواز المعصية التي ارتكبها آدم، فموسى لم يلم آدم على المعصية وهي أكله من الشجرة، لأن هذا بقضاء الله وقدره، وقد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكيف موسى يلوم آدم وقد تاب والله تاب عليه؟ ما يمكن هذا، ما يمكن أنه لامه على المعصية، وإنما لامه على المصيبة وهي الخروج من الجنة، قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذه مصيبة، قال: هذا قضاء الله وقدر، الله قدر هذه المصيبة. والمؤمن يحتج بالقضاء والقدر على المصيبة ولا يحتج به على المعصية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.